الدعم الحكومي الذي يعود مرة أخرى. إذا ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ الهواري تيغرسي، عضو لجنة المالية السابق في البرلمان وأستاذ الاقتصاد كذلك بجامعة الجزائر 3. أهلا بك سيدي. أهلا بك أستاذ، أنت معنا على المباشر عبر سكايب، هل أنت في الاستماع؟ نعم، نحن في الاستماع. أهلا بك أستاذ. بداية، إذا منذ 5 سنوات والحكومة تتحدث عن مراجعة الدعم، حتى الآن الأشياء الملموسة لم تظهر بعد، كيف ترى ذلك؟ في الحقيقة لازم نعرف أنه تقريبا كاهل الميزانية 25% موجهة دائما إلى الدعم، والدعم لما نقيس القيمة تاعه ما يوصلش للمعوز الجزائري. حسب أحد الوزراء سمعته خاصة في لجنة المالية يقول تقريبا 20% فقط ليوصل من قيمة الدعم. قيمة الدعم الإجمالية تقريبا سنويا هي قلت أنتم حوالي 17 مليار دولار، اللي هي 2000 مليار دينار جزائري. ولكن سؤال نطرح البطاقة، حكينا كل السنوات الماضية حول البطاقية الوطنية بالنسبة للمعوز، هل قمنا طبعا تحضير هذه العملية؟ نظن ما زلنا في نفس الخطوات السابقة، ما قمناش بعمل حقيقي. نظن هذا عمل ميسر يمكن انه 5 وزارات تقوم به، وتوقيته على اقصى تقريبا 6 شهور يمكن نحضر هذه البطاقة. ما انطلقش من المفروض ينطلق في 2018 او في 2021. فرصه بالنسبه لنا انه ندخل الاحصاء العام للسكان في الشريحه المهمه بالنسبه للجزائر، لانه طبعا نتكبد سنويا تقريبا 12 مليار دولار تروح لغير الاهل تاعها. معناتها هذه ال 12 مليار دولار يمكن طبعا كما قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمكن ان تستفيد منها هذه الطبقات الهشه. ما انت توقعوا انه لو فعلا هذه الاموال تروح مباشره للطبقات الهشه راح نرفع من نوعيه حتى من نوعيه المندوب، من نوعيه نرفع من مستوى المعيشه بالنسبه للمواطن. اذا قدرنا نرفع من مستوى المعيشه من المواطن راح نعطي حركيه بالنسبه للتنميه الاقتصاديه. هنا نحكي على نعتمد على بشكل كبير على الريع، اللي هو تقريبا يمثل 96 او 97% من المداخل الوطنيه. ولكن الواقع انه هذه الاموال المخصصه فيما يخص الدعم الاجتماعي تذهب باء منظوره طبعا لصالح غير طبعا الفقراء. نعم حاجه واحده اخرى، طيب هناك نعم دعم داخل، حتى بالنسبه للدعم هناك دعم يدخل، هذه الدعم المباشر، وهناك ارقام طبعا خياليه موجوده في دعم غير مباشر، دعم موجود في الكهرباء، دعم موجود في الطاقة، دعم موجود كذلك في الفلاحة وما يوصلش للعلم. أنا نطلب مش فقط الدعم الاجتماعي الموجه للفقير فقط، حتى الدعم اللي يوصل طبعا لشرائح كبيرة من الوطن، مثلا من المستثمرين، من التجار، من كذا. وهنا نشوف النفقات الجبائية اللي هو كانت في خلال تقرير 2018 مثلا في مجلس المحاسبة يقول تقريبا 4000 مليار دينار طبعا جزائري لم يتم استرجاعها من طرف البنوك الجزائرية. نعم معناتها جزء بسيط بالنسبة لنا هو تقريبا 25% سنويا تروح مباشرة لأصحابها، ما يستفادش منها طبعا الغلابة. يجب التدقيق، يجب الإحصاء، يجب نعم أن يكون بالحديث عن عمل الإحصاء أستاذ قوي تيغرسي، بالنسبة نعم بالحديث عن الإحصاء، يعني قبل الذهاب إلى إعادة النظر في الدعم، طيب ما هي الآليات التي يجب وضعها أولا قبل ذلك؟ وهل تعتقد أنه ربما ببساطة يمكن إعداد قائمة للمحتاجين الذين يحتاجون فعلا لهذا الدعم الحكومي، وقائمة بالأثرياء ممن لا يحتاجون لهذا الدعم في ظل شح البيانات وصعوبة ربما تجميعها كذلك؟ تفضل. والله شوف تجربة على مثلا من دول واحدة أخرى، من دول طبعا أنجلو ساكسونية، وين ضربت تقريبا 10 سنوات مع مشكلة الدعم. السنة الأولى ممكن تكون 50 مليار، ثم السنة الثانية 60 70 80 إلى نصل طبعا إلى 80 أو 90%. ولكن لازم ننطلق في العملية، لأنه المراقبة لما تكون عندك رقمنة وناكد عليها
لما تكون بالعملية الإحصائية مرتبطة بالرقمنة راح تستفاد من أموال واحدة أخرى. مثلا أعطيك في قطاع معين، السكن الاجتماعي لاحظنا أنه فئات كبيرة في المجتمع تستفاد من السكن الاجتماعي وما عندهاش حق، ما عندها أموال وعندها ثروات وعندها كذا، ولكن هي موجودة في السوق الموازية. لو نقدر نقوم بعملية إحصائية بالنسبة لكل السكان، كل طبعا الساكنين نتاعنا، يمكن انه نحقق هذه الاهداف اللي رانا نحكوا على الدعم الموجه والقيمه نتاعو خلال سنه سنتين وطبعا السنوات الاخرى. ولكن ضروري انه ننطلق في العمليه، والعمليه تبدا من امور بسيطه، راح تكون فيها وزاره الداخليه، تكون فيها طبعا وزاره الماليه، طبعا راح تكون فيها وزاره العمل، وزاره التضامن الوطني، وزاره الصحه، ونبدا العمل يكون في لجنة مشتركة طبعا على مستوى كل البلدية، ثم ينقل هذا العمل على مستوى الدائرة وعلى مستوى الولاية. ولكن مهما يكون القيمة نتاعو والثمن نتاعو والتكلفة نتاعي أو التكلفة نتاعو، هو بالنسبة لي طبعا هو حل الإشكالية اللي موجودة. أنا قلت لكم 20 ألف مليار أو 2000 مليار دولار دينار موجودة اللي هي 17 مليار، ولكن هناك أرقام خيالية موجودة في قطاعات واحدة أخرى، في قطاعات الدعم بالنسبة لي، بالنسبة لقطاع الفلاحة، بالنسبة لقطاع الصناعة، بالنسبة للضرائب، بالنسبة لكذا، معناتها أرقام خيالية. ضروري أنه نتعامل بمنطق الشفافية، بمنطق الرقمنة، وبمنطق الحقيقية الفعلية لكل مواطن. نظن أنه ضروري ضروري نروح للأمور المنطقية، الأمور اللي ممكن من خلالها تكون عندنا الأمور. نعم نعم. طيب أستاذ، برأيك الآن ربما ما هي الوزارة التي يجب أن تقوم بدءا بمراجعة عمليات الدعم، وهل تملك الإمكانيات اللازمة لذلك؟ وزارة الداخلية متعودة خاصة في الإحصاء العام للسكان، كل مرة تقريبا كل 10 سنوات تدير إحصاء عام للسكان. هذا العام لازم ينطلق الإحصاء العام للسكان بطريقة طبعا نوعا ما خصوصية فيما يخص محاسبة ومعرفة وكل طبعا شرائح المجتمع اللي عندها إمكانيات واللي ما عندهاش إمكانيات، ولكن كله مرتبط مع بعضه بعض. أنت لما نشوف السوق الموازية اللي موجودة عندنا إشكالية بالنسبة لنا، إشكالية لأنه هذه السوق الموازية رغم الإمكانيات ورغم المواد الموجودة عندها، ولكن تستفاد من الدعم الاجتماعي، تستفاد من هذه الأموال. إذا لازم نروح بطريقة عملية وعلمية لإحصاء عام للسكان شامل طبعا بكل المتغيرات الإحصائية، يمكن عندئذ سنة سنتين سنوات أخرى، ولكن راح نتخلص من الإشكالية بالنسبة للدعم الاجتماعي وبالنسبة للدعم الموجود في قطاعات واحدة أخرى. اللي مثلا في قطاعات وزارية وزير المالية سابق يقول لك توصل إلى غاية 40 مليار دولار موجودة في القطاعات الأخرى. إذا حان الوقت أنه نعطي قيمة حقيقية، نعطي فرصة حقيقية بالنسبة للمنتج، بالنسبة للمستثمر، ولكن طبعا بطريقة إحصائية، بطريقة رقمية لكشف معرفة الحقيقة بتاع المجتمع نتاعنا. وأبسط الأمور لازم تكون عندنا معرفة دقيقة بها. نعم. طيب ما هي ربما أهم المجالات التي يجب أن تبدأ فيها مراجعة الدعم المالي أستاذ؟ أولا شوف، لازم تنطبق على مستوى البلدية، البلدية هي النواة، لازم نعطي إمكانيات بالنسبة للبلديات على الأقل باش تعرف المعوزين من غير المعوزين، هذه إشكالية حقيقية. لما نشوف كذلك بالنسبة للتضامن أو التضامن الاجتماعي أو التضامن الوطني اللي موجود أرقام كبيرة، وطبعا في كل الحالات ترجع لغير مستحقها. لما نشوف طبعا الضمان الاجتماعي، وطبعا لما نشوف 33 بطاقة وطنية، هذا خطر كبير على المجتمع نتاعنا. معناتها الأموال في قطاع الصحة رغم أنه الأموال كبيرة، ولكن هل فعلا المواطن يستفيد من ضمان أو يستفيد من حماية صحية في المستوى؟ هذه القطاعات اللي قلنا نروح اليوم، معناتها وزارة الداخلية، وزارة التضامن الوطني، وزارة الصحة، وزارة طبعا تقريبا 5 وزارات يكون من المشترك بحد، وطبعا برنامج
ما يمكن الانطلاق بسرعه، مهما قلت انا التكلفه ممكن تكون صعبه، ولكن المخرجات نتاعها راح تعطينا ارقام منقول حقيقيه ولكن قريبه من الحقيقه، ولكن راح تقدمنا على طبعا المال او الموجود خاصه في سوق المواسير، وتقديمها كذلك على نعرف حقيقة الطبقات الاجتماعية اللي عندها الحق واللي ما عندهاش الحق. قلنا أنه سنويا لما نشوف سكنات موجودة مليون سكن، ولكن طلب متزايد طلب كبير، لما تشوف 100 سكن في بلدية وعندك طلب 10,000، هذه إشكالية. شكون يعمل يستفادوا من السكنات هذو؟ معناتها هذا في قطاع معين اللي هو قطاع السكن. بنفس الطريقة قطاع الصحة، بنفس الطريقة نشوفوا قطاعات واحدة أخرى، معناتها الإشكال الموجود عندنا تقريبا مرتبط بكل القطاعات. الدراسة الإحصائية اللي تقوم بها معروفة هي 5 وزارات يمكن أن تجتمع وتحدد ما هو البرنامج وكيف يمكن تنفيذ هذا البرنامج من خلال الجماعات المحلية اللي هي البلدية. ثم قلنا أنه يمكنش نعرف الإحصاء دقيقة خلال سنة، خلال ممكن 50 دقيقة، ولكن سنة ثانية نعرف شكون الناس أعطت لنا معلومات خاطئة. القانون سوف يحاسب على الناس ويمكن نستفاد من 60%. السنة اللي بعدها طبعا إلى نصل إلى طبعا مستوى 80 أو 90% الحقيقية والإحصاء الحقيقية بالنسبة لي نعم المنتج أو بالنسبة لي الطلب أو بالنسبة لي هذا الشخص اللي نبحث على كل المعلومات تاعو. وفي الحال ولما نعرف المعلومات يمكن يستفيد الشخص هذا، قال مثلا حطوا له 3 ملايين شهريا، قال هذا اللي راح نحول الدعم. مثلا بالنسبه للاستاذ جامعي كان يدي 3 ملايين نعطوا له 6 ملايين، مثلا هذا بالنسبه للاستاذ كذا نعطوا له كذا، ولكن هذه الاموال يمكن ان تروح مباشره الى اصحابها، يمكن ان تصل الى الناس طبعا يحتاجوا هذه الاموال. ولكن نقول لك 80% من قيمه الدعم حاليا راح تروح للناس طبعا ما عندهم حتى علاقه بالاحتياجات، ما عندهم حتى علاقه نعم بطبق العيشه، نعم عندهم علاقه بالطبقات. طيب هل من الممكن ربما أستاذ تيجرسي أن تكون لهذه المراجعة في بعض القطاعات آثار جانبية على السلم الاجتماعي أو على الاقتصاد الجزائري بشكل عام؟ لازم نفهم المواطن، لازم نوعي المواطن انه عمليه او هذه العمليه اللي هي توجيه مباشره الدعم الاجتماعي راح تولي فائده ما راحش ينحوله. لازم يفهم انه المواطن البسيط ولا العائله البسيطه اللي ما عندهاش دخل ومتعوده على قفه رمضان والعار تاع رمضان، نقول لا تولي عندها مثلا مدخول، لازم يفهموه يولي عنده مدخول سنويا او شهريا حوالي مثلا قال 2 ملايين بالنسبه لي العائله شهريه، ما يخافش الجانب هذا. وحتى انه نحينا الدعم عنها ما عندوش اثر، لان المواطن هذا الزوالي ما عندوش اثر بالنسبه لي اسعار الطاقه، ما عندوش اثر بالنسبه لي زياده كثير من المنتوجات، معناتها ما يتخوفش من الجانب هذا. لازم نحسه ونعطي له اكثر ضمان في الجانب هذا. واذا قدرنا نتحكم في المنظومه الاجتماعيه بشكل هذا يمكن طبعا تطوير الاقتصاد الوطني، لأنه هذه الأرقام الخيالية اللي تصرف على الدعم الاجتماعي أو الدعم بالنسبة لقطاعات واحدة أخرى سنويا راح تخلق لنا ثروة. ويمكن أنه لما ندير لازم نعطي أكثر حركية وأكثر إصلاحات اقتصادية، وخاصة الإصلاحات المالية اللي هو السوق المالي لازم تكون موحدة وتكون طبعا تستهوي خاصة المستثمرين. طبعا إصلاح البنوك، إصلاح الضرائب اللي قلنا خطر على المواطن وخطر على الاستثمار وخطر على الشعب، قلنا من غير المعقول أنه 52%، لأنه في دول متقدمة تقريبا قيمة الضرائب راهي توصل 13 14 15، قيمة كبيرة طبعا لا تشجع ولا تستهوي المستثمرين سواء بالنسبة للخارج سواء بالنسبة للداخل، وهي اللي خلقت لنا السوق الموازية. إصلاحات تكون على مستوى جمارك، وأنتم تحكوا على منظومة خاصة فيما يخص الاندماج العالمي او الاقتصاد العالمي، المنظومه نتاعنا على مستوى الجمارك ما زالت معقده نوعا ما. معناتها الاصلاح خاصه فيما يخص العقار هذه اشكاليه، لازم تكون هندسه عقاريه، لازم تكون عندنا هندسه ماليه، هندسه عقاريه، وعندنا خطا كبير اللي هو
الهندسة الإدارية يجب إعادة النظر، خاصة في المنظومة الإدارية بالنسبة للهياكل تاعها، بالنسبة للتركيبة تاعها، بالنسبة للسلم تاعها، لأن نشوف بعض السلم اللي موجودين في المنظومة بصفة عامة معرقلة بالنسبة للشؤون الاجتماعية، معرقلة بالنسبة للاقتصاد الوطني، معرقلة بالنسبة للعالم. هذه أستاذ إشكالية. تيجرسي، نعم شكرا نعم جزيلا لك أستاذ، كنت معنا عبر السكايب. الكثير من الأسئلة ولكن الوقت للأسف يداهمنا، نشكرك أستاذ. ربي يخليك. مشاهدينا الظهيرة تتواصل إلى الأخبار المحلية مع وسيلة جعرون، أهلا بك وسيلة. بك يا مريم وبمشاهدينا الكرام إلى أولى نشرتنا المحلية.